اوكي سو قطع اول لايف ونحن كنا قايلين كل ساعه كمان حنوقف حن نرجع يكون كثير طويل سو بليز اجين رح انطر شوي اوكي سو فور هيدا لنبلش بالنكست فيز اوف ذا لو اوف اتراكشن سو هلا انتم صرتوا تعرفوا كل شيء فكره ديباك تشوبرا بيقول بكتابه وي ار ثوتس مانيفستد ذيم سيلف يعني بنصير نحن نقدر نوصل بافكارنا وحتى اليونيفرس هو فكره اوكي ليرجع يكتمل العدد سو بيطولوا شوي عندي سو رح نبلش هلا اذا please okay so please يلي عنده okay بلش يرجع سوري قطعت بس انه رح نرجع نكفي سو نحن فضينا القصص يلي بدنا نشتغل عليها هلا صار عندكم مثل kind of information how to do that كيف يا عينو هلا يمكن العالم شوي هلا رح اقرب الماشين شوي هلا Don't worry, I will be putting it on YouTube. So don't worry, كمان بترجعوا بتحضروه على رواق لأنه كثير مهم ترجعوا تحضروه، كثير بيرجع بيعمل ريفرشنج لكثير أمور. خلص, we're done. How we feel now? Relaxed, more peaceful, more joyful. بس صور شوي. اوكي سو نيكست ستيب از ذا مانيفستيشن هلا بدنا نحن بعد ما اكيد الواحد صالح مع ماضيه شال القصص شال البيليفز انا اي فيلت لايك اي كليرد ا لوت اوف ذيم كانوا هيك علقانين سم ارياز ناو ايف اوبن ذا انرجي اوف مانيفستيشن ناو اتس تايم شو فور اس تو مانيفست طيب عقلنا نضيف اوكي وي ار ريلاكسد اند سو Close your eyes. Take a deep breath. Understand and claim your power back. Turn your vision inwards towards the third eye chakra between your eyebrows.
العين الثالثة اوكي رح بلش بالانرجي اوف مانيفستيشن. اول assistance I'm calling is the energy of Archangel Michael. So مثل ما قلنا انه باليونيفرس there is a lot of energy, there is what we call them angels, اللي هن high being, high frequency energy beings. They exist. Okay. وحدا منهم هو Archangel Michael, ميخائيل. Okay. So Archangel Michael is coming to you. Okay. Coming to me. Coming to all of us to remind us that we are powerful, loving, creative child of God. You are very loved. That's the first message of opening the energy of manifestation of the law of attraction. Law of attraction exists in the sixth plane, in the laws of the universe. Okay? بالقانون بالسما السادسة. Alright? نحن الكون مكون من سبع سماوات مثل ما مذكورة بالقرآن seven planes وفي أكتر بعد بس هو اللي منشوفهم بالعين المرئية في عين غير المرئية كمان مهم Archangel Michael أو the energy of Archangel Michael كتبوها that will remain with us all the time to remind us who we are. نحن بدنا نتذكر who we are creative powerful loving child of God ولا شيء تاني. اوكي نحن عندنا الكرياتيفيتي عندنا الاستقلاليه عندنا العقل عندنا الهيدا to know that we can manifest. Open your heart and allow love to bloom all around you. You've waited for this emotional fulfilling experience for such a long time and now time has come. Make your choice by listening to your heart and then following the step you're guided to take. Joy will lead you to a more vibrant, healthy life. So, two energy, هلا عم نفتح two intention, two vortex, two whatever you wanna call it, are there for us to remind us, to open the heart, okay? And to remember who we are, okay? خلينا نبلش نكتب شو بدنا نحقق أحلامنا. شو عنا هلا خلص انسولي كله خلص بعدكم مذكرين انه في شيء اسمه نسيته ما بعرف مهم هيك بده يكون واحد ذكي بده ينسي حاله alright مش عم ينسي بالقوة لانه اشتغلت على حالي عقلي نسي البليف وصار في disconnection بالموضوع okay so now come back to the present ما تفكروا كيف وليش ومدري شو كمان هذا الشيء ما بيهمني وما بيهم اليونيفرس وما بيهم اي حدا بهمكن انتو هلا انتو بحياتكن شو بدكن يكون عندكن شو حابين من قلبكن open your heart اكتبون على ورقة وبلشوا please share them. Thank you, I love. مين عم يحط اللوفز؟ ما عم يبين عندي بس انه thank you, thank you, thank you. هلا برجع بشوفهم. So بدنا نحط على ورقة نحن إذا عنا بحياتنا هلا شو إذا نحن هلا حياتنا فيها كل شيء، أوكي؟ نحن حياتنا هلا فيها كل شيء. شو القصص يلي بدنا نعملها؟ مش بدنا نعملها كمان القصص that we are setting in the intention to have it ونضل مذكرين California. Oh, this is Chris.
كاليفورنيا از كولينج. اي بوت ترافل، حطيت بي ماي مانيفستيشن ترافل. اوكي هلا اكتبوا على الورقه اللي انتوا عم تكتبوا كل شيء لالكم، بس يو اوكي. اذا في قصص تانية لاشخاص تانية بليز ما تكتبوها، لانه نحن ما بنتدخل بالفري ويل تبع الاشخاص حتى لو كانوا اولادنا. بس فينا نكون مثل ما قالت ناديا، healthy joyful life with my children in a very loving place, lovely place. Okay, so healthy is good. And I've asked the universe to be healthy. Joyful, I ask the universe to be joyful. Life, I ask my life, or I set my intention that my life is to be happy with my children. هوني with your children. انت عم تجملي كل your children. I know you are the mother, okay? بس انت عم تقولي with all my children ولا with one of them. يعني let's say إذا you have children مسافرين, okay? تفرق الخبرية. You have to set another intention, okay? So be more specific. Please اكتبوا كل الأمور يلي انتو حابين تكون موجودة عندكم in your reality right now. يعني إذا بدنا سيارة، أوكي، ما نحدد شو نوع السيارة. Just write I want a car. I'm calling for a car. Okay? I call. عشان هيك غادة بدك تكوني معهم. أوكي. عم بقول أنا. أوكي. So in this case, أوكي، بدنا نشتغل على الموضوع. أوكي. Yes, حساعدك exactly. I think your children's having now their own life. عندهم حياتهم هنك مستقلين. They are independent. And you are independent also. Right? So, بس the universe حط كل حدا ببلد. لأنه they have a mission to be there and you have a mission to be here. So ask the universe to reunite you. Reunite you with your loved ones. Reunite you. لأنه it's, you're not gonna be living with them in one place إلا إذا هيدي الدعوة ممكن بيقولوا دعوات الأم sometimes بتصيب. بس هيدي الدعوة ممكن تأثر على أشغالهم عليك حدا يصير شيء. So freedom, you free yourself, okay, from the attachment. However, you call to reunite with your children as much as the universe wants, as much as you can, and as much as you are ready for. لأنه أنت عندك your freedom. هلا هني they have their freedom. Okay? So, one place, جمعت كل العائلة بي one place. تتحقق إن شاء الله, بس ممكن تكون ك celebration. Okay? ممكن تكون ك ظهرة. ممكن تكون ك عائلة سفرة كلكم سوا. And so. So call for reunion. سهى قبطان, health, joyful, trainer and motivator who spread positivity. You want to be a trainer or you want to be a trainer and motivator to spread positivity in a nice house in nature. Beautiful. Okay. So what you do, healthy and joyful. You have to not look or ما تفتش انك تكوني joyful or you are joyful. Okay? You don't look for happiness. You are happiness. Okay? ما منفتش على السعادة. نحن السعادة. كيف بتبلش السعادة؟ منبلش ننبسط بكل شيء موجود حوالينا بالgratitude. So health, I am healthy and I am joyful. Okay, trainer, I'm ready to be the best trainer that I can be.
I'm ready. You have to confirm to the universe and to the law of attraction that you are ready. All right? A nice small house in nature. ما ضروري تحدد a nice small house. A beautiful loving house in nature. Okay? لأنه nice small house حددته. بركي أنت the universe have a bigger house or bigger plan because sometimes we have a bigger, the universe have bigger or better plan. When you ask, it's given. When you ask, it's given. When you ask, it's given. بس تسألوا الندى إني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني. حطلنا إذا دعاني ربنا. So إذا دعينا ربنا. نحن هولي القصص عم ندعي لربنا يعطينا إياهن. أوكي. وعنا يقين إنه موجودين. So I am calling the joy to come to my life. I call all the healthy habits, healthy food, healthy exercises, whatever it is, to be in my life now, now, now. Okay? So, and I'm just teaching a way of thinking also to, in order for you to achieve better life or to manifest. By the way, it's 222, it's a very good number. Let's tune into abundance, okay? But 222, best 2411, 222, they have messages. Best 222, that means the angels are here, are assisting us, which is true. I know I'm working with the angels. Energy and in the same time alignment يعني we're at the right time okay لأنه مثلا طلعت بالساعة هلا فجأة أنا okay so it's a message that we are on the right track manifesting beautiful life without passing the hard time. هلا بدنا نشتغل بعد حدا بده يقول شيء please إذا عندكم أي شيء قولوا لي هلا برجع بجاوب. في عنا بليف ومعتقدات وفايلات بالسيستم بالعقل الباطني إنه لازم نضحي لازم الأمور بتجي بصعوبة الحياة منا سهلة اكتبون بليز هولي الحياة مش سهلة هيك مثل ما هي الحياة صعبة أوكي الحياة ما في شيء بيوصل بسهولة صعبة سافر ما معي مصاري حظي مش حلو حياتي مش حلوة حاسس حالي وحيد أو وحيدة ما في حدا بيحبني كل هول المعتقدات اكتبون to be cancelled and delete اكتبون على الورقة cancel and delete okay because and send to light with forgiveness ما بيأثروا لا فينا ولا حدا خلص they got cancelled وإذا في عندكم بعض قصص أنتم عم تتذكرون اكتبيون لأنا I will answer you in a way or other بعد شوي بس لأسحب بالenergy so وكضلوا اكتبوا لي اي شيء بدنا نعمل له manifestation مثل ما قلنا we cancel we delete كل القصص اللي تقيلة اللي مبرمج عليها عقلنا الباطن اللي منا ما لي خلق وما بقدر وما فيه all to be cancelled delete and send into God's light and then we move into the second energy اللي هي patience الصبر اوكي نحن طلبنا الصحة طلبنا العافية طلبنا المصاري طلبنا السفر طلبنا الحياة الرائعة طلبنا نطلع على الحصان طلبنا It's your life You can ask for whatever you want ما في شيء كتير وما في شيء قليل The more you are ready The more you receive However بكتير من الأمور بحياتنا الصبر هو المفتاح أوكي الصبر is the key بس كمان بدنا نشتغل على الصبر بدنا نظبط فيه للصبر شو مفهوم الصبر لنا اوكي مع انه ما نضل نقول انا صابر ويلا ومدري شو وحياتي حتحسن نو it doesn't work like this الصبر مش هيك الصبر انه نكون عم نشتغل لنحقق الهدف عم نشتغل يعني عم نتعب لا كمان to be cancelled pull out send to God's light cancel delete and send to God's light لا عم نشتغل we are taking actions we are taking actions what are those actions internal actions بأنه نغير المعتقدات والبليفز يلي عم تأخر تحقيق الهدف وتحقيق وتحصيل الهدف ومنهم هول البليفز يلي حظي مش حلو cancel delete destroy حياتي مش حلوة مجربة حظي أهلي هيدا لو بدها تشتي غيمت all of this to be cancelled delete and sent to God's light yet more is coming
هالقد بدنا نفوت ديب بأفكارنا وبالملفات الموجودة فينا، لأنه there is unconditional love energy coming and unconditional support. بس نحن بمعتقداتنا اللي انزرعت فينا نحن وصغار ما عم نقدر نحققها. اوكي؟ بس because we are here وbecause عنا عقل وbecause we ask for it، طريق تانية لنشوف الأمور بطريقة تانية. اوكي؟ سو هيدا هو الصبر. الصبر شيء حلو، الصبر هو رائع لما تكون صبور انه احلامك عم تتحقق قدامك. كل شيء طلبته حتى لو ما معك 1 دولار in your pocket او 1000 ليره بجيبتك، the universe is very generous. الكون كتير كريم، الكون كتير كريم، والله كتير كريم. من اسماء الله الحسنى الكرم. بدي افكر انا بالقصص، كيف ليش it's not our job to do that. All what we have to do is just thinking of what we want. وعلى كل مرحلة بمرحلة عم نطلب منا شيء، there is no sacrifice, cancel, delete, but there is a new learning. يعني إذا أنا طالب، أوكي، أنا طالب بدي أوكي، كنا رايحين على بالي، أوكي، last October، وفي مدام كذا حدا منكم من هون كان رايح معنا، كانت ناجحة الريتريت، كله تمام، وصار عددنا 10 11 شخص. وانا كنت حاجز for a certain number 16 person. اوكي، انا بحب اعطي experience من my personal experience لانه هني اكثر شيء ممكن يوصلوا المسجز، وكل واحد يعطي على his own experience. So صار بلشت الدولار ينقطع من البلد، بطلنا نقدر ندفع مزبوط، بطلوا هني يقدروا يحولوا الدولار. العالم كان العدد 16 خف ل 11، انا كنت حاجز 16. فالامارات شو طيران الامارات، وهلا رح اقولها عادي، قالوا لي اذا ما بتكونوا 16 بدك تدفع استل تدفع حق 16 تيكت. طلعت انا هيك قلت كيف بدي اجيب انا حق 16 تيكت؟ ما انا عم طلع من الريتريت، او يعني عم حط من هون ومشين هون لانجا طلعنا حق الريتريت اتسلف اند ماي اون تيكت اولسو. ما بقدر لا. وقالوا لي لا انت قلت لنا 16. سو عملوا لي ديباجي وكثير قصص، and so forgive them, I forgave them. They took from us around $7,000. وما رحنا على الريتريت لانه بلشت الثوره وصار المشاكل وصار هيدا الشيء. طلعت انا هيك وقفت قلت واتس هابينينج، ولا مره صارت معي بهالطريقه. صارت معنا شيء مره بالنيبال كمان تعلمنا الدرس، بس ما كانت بهالطريقه. قلت ما وقفت وقلت نيجاتيف والله ما بيحبني وليه عم يصير معي هيك وهيك. سألت هول الكويستشنز لأنه كان في قصص عم تطلع مني أنا as beliefs، بس بيرجع بيجيني شيء هيك بفوت على حياتي بيقول لي focus on the positive. طلعت هيك قلت أنا أوكي خليني بلش طلع things أنا بحياتي. بلشت أتذكر القصص الحلوة اللي موجودة بحياتي، طلبت مساعدة من اليونيفرس، وبلشت تحلحل لحالها الخبرية لحد كومبليتلي. اوكي، كله بيرجع بيلتقي له حل، والحل على طول لمصلحتنا الشخصيه اذا كانت نيتنا منيحه. اوكي، هلا في ناس بيقولوا لك انه لو ما سافرتوا احسن كمان لانه بلشت الثوره ما كنتوا حتكونوا مبسوطين. بوينت اوف فيو، بس لا كنا حنكون مبسوطين لانه احنا بنعرف كيف نبسط حالنا وين ما كنا. سو انا البوينت اوف فيو اللي جاي من الشخص، اوكي، اي دونت ما بلغيها. يعني انا ما بلغي يور بوينت اوف فيو كرمال ماي بوينت اوف فيو point of view، بس انا I have my own point of view كمان. ما بعارضك ولا بدل فكر فيه ولا بقول هيك فكرته انا احسن وبكره بتشوف انا معي حق. هون كان نكون عم نضيع طريقه تفكيرنا، بينما منقول it's a point of view، I have my own point of view. وان شاء الله يلي بعدها اكيد انت اول وحده رايحه معنا. So بدي جاري جاوب دانا، I'm overweight، how can I solve it؟ مجرد ما قلت I am overweight how can I solve it؟ You solved it. أول شيء بدك تشيلي كلمة I am overweight to be cancelled, delete and send to God's light. Okay؟ هيدي حليت المشكلة الكبيرة المين بليف. هلا بدنا نشوف شو في بعد قصص أنت بعقلك الباطني أو أنت وصغرك خلت to lead to that. Alright؟ كمان بينك وبين حالك عادي أنت ليه فصلي عن كل شيء وقولي أنا بدي أقعد 10 دقايق بتاخذ معك 10 كل الأمور يلي خلتك ممكن أنت يزيد وزنك وتبلشي تستعملي ترمينولوجي تانية
فور ذا ويت. اذا بدك انا برجع بعطيك كمان بليفز كمان تقوليهم او افيرميشن على 21 يوم. بليز احكيني على الانستغرام نيكست ويك او على الفيسبوك انبوكس نيكست ويك او على الواتساب وبعطيك اياهم. سو بدك تبلشي تدربي عقلك تجهزيه اوكي انه انت مش اوفر ويت whatever it is the situation. مرقت فترة ومرقت اوكي بلشي تطلعي how can I get the best shape for me. So بلشي تحفظي تقولي انا I want to be in shape. Shape يعني لانك كتير muscles ولا انك كتير ضعيفة. Good shape, beautiful shape, that's better. اوكي I'm ready to get my business started. Access bars and facelift. Okay, that's good, Nancy. Good luck. I wish you all the best. You can do it. Start wherever you are in your home. أنا بلشت ببيتي أول فترة. I prepared the room and start وبعدين كبرت قصة the house of feeling لحالها. So start wherever you are. And I suggest also to يعني قد ما فيك تاخدي قصص تانية إذا you've done that before. Moving forward in the manifestation, open your heart. اوكي قلنا حكينا عن الصبر فهمنا الصبر فهمنا انه لا عم نصبر على شيء حلو مش انه حزنانين عم نصبر. This doesn't work. Cancel deleted. وما بقول انا ام waiting. I'm just allowing. Waiting اذا بدنا نقول waiting لليونيفرس بده يضل منطرنا بصير في يلا ناطره بضلك حسي حتصير بس بضل يحس بالتوتر لانه ناطره شيء عقلك ناطر شيء. فالعقل شو عامل سلف انالايزنج للامور بركي تاخرت وبركي صارت وبركي علقت وبركي صارت وبركي ما طلعنا وبركي بجينا وبركي حطونا وبركي اخذونا وبركي هول كلهم كانسل ديليت سنت تو جاد سلايت. ما في بركي ام دوينج ات. يعني هلا مثل ما قالت غاده اللي بعدها بالي بس انا هلا ما لح خلص. اي نو ذات وير جوينج تو بالي. وين هاو ما بعرف. الله بيبعث لي يمكن شركة سفرية تجي لعندي على البيت نعمل معها ديل. يمكن إمارات هلا يدقوا لنا بعد هذا الشيء اللي صار معهم لأنه صاروا مش عم يطيروا. وهلا بدي أعطيكم هذا المثل لأنه كتير مهم كمان وبتمنى كمان إذا في حدا بيشتغل بالإمارات يوصل لهم إياه. بالنيو وورد يلي نحن عم نمرق فيه هلا الإنرجي جديدة الطاقة جديدة أز ديباك تشوبرا السياسيين بلبنان ما تحضروا بلبنان لأنه they don't know much سياسة they are I don't know what anyways هل نحن عم نفوت بالنيو ايج وهلأ بأربع خمس شهر we are going to announce it globally. There is a million meditation happening all around the world to allow this beautiful transformation to happen. So high transformation is with you and against you. مثل ما كورونا هلا عم مش كورونا اللي عم تعلمنا الخوف اللي عم النجاة الدعاء هو اللي عم يعلمنا ربنا هو اللي عم يعلمنا بس نحن we are grateful نعتبرها يعني مثل ما بقولوا whatever ما بدي اشخصها شو ما كانت تكون. Okay I don't care about it. Bless whatever I'm learning and I'm learning with ease. So the new age is with you and against you. إذا أفكاركم against you, you will be against yourself. وإذا أفكاركم معكم, بيكونوا أفكاركم بيكون you are with yourself. If you are grateful, the universe will be grateful for you. Be blessed. شفتوا بس تتقروا الألف ليرة عملوا لها blessing. في لبنة بالبراد صحن صغير ما في غيره bless it. It will multiply. It's magical word. It's magical energy. Okay? هلأ بعرف كتير ناس يعني خيفاني الآني and this is because of the old system is just على الآخر عم يروح من كل العالم. الحمد لله أنه I got chance to understand the old and the new through my يعني my mission in life or my purpose in life. I've been chosen for that as you are chosen for your own journey as everyone عدل على الأرض عدل. نحن عم نعمله ما ناطرين بقى لا حكومات تعملنا إياه ولا دولة ولا رئيس. نحن عدل هلأ عم نعمله بيننا وبين بعض لما نكون صريحين بيننا وبين بعض بأفكارنا. I respect you, you respect me وخلصت الخبرية. ما خصني شو بيصير بحياتك وما خصني شو بيصير بحياتك. بدك help, I can help you with my limit.
not interfering in your journey and you are not interfering in my journey. لأنه مجرد ما نحن to interfere لو حتى تدخلنا بالبسينة, the universe will send this energy again لتتدخل فينا. شوفوا قد ايه الموضوع حساس. هلا انا عم بتدخل بالسياسة yes, بس انا عم بتدخل لمصلحتي. اوكي, يعني مش عم بتدخل, عم بعطي رأيي. لا, we will be meditating for 30 minutes. وأكيد بعد المديتيشن الدعاء كتير حلو. أصلا هيدا الوقت بيكون الصلاة كتير حلو وكل شيء بيكون حلو. يعني بنعمل ورا بعض. اوكي, الدعاء كتير حلو والصلاة كتير حلو لأن يكون في طاقة خيالية. alright, so فتنا بصلب الموضوع. هلا انتو ماشيين بيور جيرني, تيك انفنتوري, ما تضلوا واقفين محلكم. اوكي, اند يو هاف ذا هيلب اوف ذا انرجي, يو هاف ارك انجل جيرميل از تيكينج كير اوف يو, از اسيستينج يو تو ريزولف تشينج اني ثينج ذات از امبالانسد. انتو ماشيين بالجيرني عم تحققوا وكنت تحققوا احلامكم, عندكم يقين, ايمان, faith, hope, انه things are getting better. في قصص بدها تروح بغير direction بس ترجعوا. يعني اذا صار معنا اي شيء بطريقنا ما نعتبر انه هيدا قصاص, ما نعتبر انه هيدا خوف, ما نعتبر انه هيدا اجرام, ما نعتبر انه الله هول كلهم قلنا cancel, delete and resolve. اللي بدنا نعتبره مزبوط هو الايمان وانه كل شيء عم يصير هو لمصلحتنا. ومع الوقت حنفهم هيدا الموضوع. اوكي, مع الوقت هتفهموا هذا الموضوع. ليه؟ لانه انتم ريحتوا عقلكم, وعقلكم الباطني اللي هو intelligent machine system, it's very powerful. يمكن ناس تنصدم, yes we are machines but we are operating ourselves connected to the big machine اللي هي the universal machine. اوكي, اللي اخترع التليفون, all this technology and so. مهم, so بالطريق اذا صار معكم شيء عرفوا انه بس في شيء يعني inventory, يعني بس انه وقفوا وراجعوا الحسابات and move forward and embrace those around you. Embrace those around you is a time of great spiritual. كمان في وعي, law of attraction. هلا عم يزيد لكم من وعيكم, عم يزيد لكم من 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 الامور اللي بتحبوها بحياتكم and so you will move forward with ease. The healing of anything in your life that making you struggle, يلي موقفكم بحياتكم, انتم بكون تعملوا له healing. اوكي, اول شيء ننتبه على اكلنا, يكون اكلنا بالانس, عم ناخذ القصص يلي فيها قصص منيحة بحياتنا مثل الفروتس, ووتر, جوسز, نخفف ميت وتشيكن كتير 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 كتير, نخففهم كتير. يعني أنجع هيك إذا شيء, نركز على حبوب, نركز على whatever, nature, بحر, جبل, كله هيدا بيساعد your aura, your energy and to recharge because we are connected and they are source of energy to us. يعني بنعطي 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 بس روحوا خذوا من الطبيعة. انتوا بتعطوا ببيتكم, يمكن تعطوا بأهل, مع أهلكم, لأولادكم, لعائلتكم, بس انه لازم تهتموا بحالكم وتعطوا. وأي مطرح بتوصلوا لمطرح فيه ممكن يكون فيه خلاف, ما تعتبروه خلاف. اوكي, اعتبروه lesson. اوكي, معين, you compromise and the other person will compromise. دغري قولوا طيب اوكي انا لح وطي من الستاندرز تعولي شوي لريحك وريحني, out of love and for love. ونهو الموضوع, practice forgiveness and so instantly and let it go. ما تضلوا قلقانين بنفس الفكرة لأنه ما حدا عم ينزعج غيركم, انتو عم تزعجوا حالكم. So let go. Okay, focus on yourself, focus on your highest priority and stop being hard on yourself. ما تخلوا أفكاركم يعني let's say اوكي رح جاوب نانسي. I know that you are an amazing healer and you know all that. However,
فينا to add things نحنا نعطي أمر لحالنا إنه stop being hard on ourselves and anticipating the worst. الإنسان مثلا عطول خلقانين نحنا ب positive و negative, positive و negative, positive و negative, positive و negative. We're fighting the negative by being positive. صح؟ So anticipating the worst is a negative. ليه؟ لأنه في positive. So what we do in this transformation, relax. ننسى كل شيء, نحط كل شيء وننسى كل العالم ونروح نهتم ونفوت لجوا. منسافر, بنعمل meditation, بنعمل يوغا, بنقرأ, بنروق المايند. بنحطه in a silent mode, بنوطيه. لا بيكون بوزيتيف ولا يكون نيجاتيف, لانه طالما بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف عم يلغوا بعض. اوكي, سو جست بي ان ستيل, دو وات ايفر يو وانت اند انجوي ذا سايلنت اوكي اوف يور مايند. اكيد اولويز كونسلت فور دايتيشن, فور هيلر, فور نيوتريشنست اون يوتيوب, سمون يو نو هي نوز. يعني إذا في شيء أنتوا علقانين فيه always ask, okay? Because when you ask it's given. أنتوا ask the universe and the universe will send you the right people. نبلش نتعلم هيدي ال process كمان. Ask and it's given. So pray and it's given. So pray real. يعني أنا مثلا let's say نظام غذائي تبعي مش كتير منيح. So what I do, I ask إنه to find the best food or let the best food for me come or whatever it is. Okay, and celebrate every moment. هيدا الكورس اللي هلا انا عم نعمله, let's celebrate it. لانه it's قدي عم يعطينا معلومات, قدي عم يغير لنا هلا انتو وانا, لانه انا هول حكيت ماني حافظهم عم يطلعوا as energies. Okay, to assist in manifesting. So celebrate every moment. Celebrate your new clothes. Celebrate and be grateful for whatever you have. Okay, so celebration and gratitude always, 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 always. الاحتفال هيك عم نعطي هاي الانرجي لليونيفرس. يعني let's say you go to a place, عيد ميلاد, okay, عنا celebration عيد ميلاد, جاتو, عم تاكلوا جاتو. الانرجي تبع الجاتو, it's a celebrating energy, celebration energy. The gathering is celebration. So what we're doing here, we're gathering all together for the purpose of celebration. Okay, so we are bringing that energy to our physical reality. So the universe like this vibration, like it, know it. Okay, he attract this vibration. لأنه the universe is always in harmony with itself. ما يعني بيلفوا حوالين بعض, بيبرم عطارد, بيفوت جوبيتر عند ساتورن, ساتورن بيطلع. كله أكيد بأمر من the unconditional love power, the creator of the universe. بس in the same time, in the same time, ما بيأذوا بعض, بس بيضووا لبعض قصص. يعني بس يجي ميركوري ويبرم, بالعكس أنا من برج العذراء وconnected directly to mercury. However I'm connected to all, كل الأبراج, كل الأبراج فينا, بس بيكون في برج فيه صفات أكتر, قصص أكتر, بس that's it. اوكي, سو كل الابراج, عشان هيك كل برج لازم يشتغل على حاله قد ما بيقدر لنعمل كمان هيدا الشفت, لانه كمان it's happening from that theta healing. اوكي, بالتيتا هيلينج ما بيعترفوا, بس انه بيقولوا انه we're not affected لانه we are operating from the seventh plane. It is a good point of view, an interesting point of view also. بس في عندك الجاما, في عندك الالفا, في عندنا كتير برين ويفز, وفي عندنا كتير هيرتز, ممكن يصير فيه تشويش. ف choose every moment where you want to be. اوكي, سو الاحتفال بيكون بكل شيء عم نعمله. يعني رايحين على عرس, رايحين نحتفل. It's a gift from the universe to go to that wedding. رحنا شو بالمفهوم الهيدا, عنا عرس, ما قالي خلق, بدي روح جيب تياب, بدي ادفع, بدي ساوي. مفهوم العرس صار شوي كليشي. لا, خليه يكون عرس من جوا, celebration. Let every and single
atom in our body celebrate ourselves. Celebrate this invitation. This is from God. We're going to meet a lot of people. Give that love in this gathering. Okay? Celebrate everything. Okay. إذا نطلق النية فقط ونحسن الظن وننتظر. ننتظر. Okay. Pull out, cancel, delete, and send to the light the belief. ننطر. لازم نتعود انه ما ننطر. ما في شيء اسمه ننطر. اليونيفرس ما بيعرف النطرة, ما بيعرف الوقت, ما بيعرف اي شيء. نحن علينا نطلب وننس, مش ننسى الموضوع, يكون ندعي لألو, نطلبه ونحطه بمطرح as a good attraction. يعني كل ما نتذكره وان شاء الله بس يصير هيدا الشيء. كمان لانه في way of thinking بتعارض هيدي الطريقه. هلا حاحكيهم اثنين بس رح احاول اوصلكم المسج. النطره ما بننطر, بس we let it go. let it go مش يعني عم نتخلى عنها, لا, we let go of thinking of it. طب انا طلبت وخلص, بس الله بده ياني كون مع اي شيء بدي اعمله او بدي سافر على هالبلد. خلص God knows, انا بدي يكون عندي يقين. اوكي, فينا نعمل اشياء لتحقيقها. اوكي, بس شو هي هالاشياء؟ تكون being ready. رح اقول لك شيء كتير حلو. هذيك المره كان بدي انا شغله. اوكي, كان بدي شغله صغيره, بس هي الشغلة الصغيرة مثل الشغلة الكبيرة, بس نحن ما بنعرف نقدر هيدا الشيء. لو كانت بيت أو كانت طيارة نفس الشيء. هلا حقلكم ليه. كان بدي إياها لهي الشغلة, وقلت قررت عملت لها manifestation بسببني. يعني أنا ما بقى كتير هيدا بغم way of thinking, ونسيتها. مش نسيتها, التهيت. يعني ما عطلت قاعد عم فكر فيها, يلا 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 بدي اياها بدي اياها بدي اياها بدي اياها, وليه ما صارت لما اجيت. ما بتصير ولا ممكن. بينما اذا بنطلب الشغله وبنروح على شغله تانية, اوكي, بيكون اليونيفرس من طريقه عم يجيب لنا اياها. اوكي, يا بيكون وعم يجيب لنا اياها بطريقه اسهل. اوكي, وممكن يجيب لنا كذا تشويس نحن بننقي, لانه قبل بيصير في اختبارات كمان من اول. نحن بنكون عم نختبر حالنا لانه عم تشوزينج رايت. Alright, so نطلب الشغلة. وهلا مثل هلا ليه عم قلكم نطلبه؟ لأنه هلا اللي طلبناه هون مثل القصص, مثلا love, relationship, health, wealth. أنا I'm planning to get a new dog. So whenever we ask for it, نلهي حالنا خلص طلبناه هون بيصيروا مع الوقت. By the way, أنا آخر law of attraction course عملته, كل اللي عملوه كل اللي عملوه they did already what they want. وأنا واحد منهم صراحة بكتير مطارح. أوكي, so الله عطول عطول أدعو, لأنه بضل عطيف كتير. قصة نحن ما جايين نعرف الله كيف بيفكر, نحن جايين نحن نتعلم كيف نفكر. أوكي, كله موجود بعقلنا, كله بيجينا, بس نحن بدنا نطلب ومن نتعلق لنفتح لحالنا طرق جديدة. Alright, نحن هلأ بعد عنا two energies, بعدين حنعمل الميديتيشن. أوكي, so divine guidance, seven cents, open your heart. Okay. Okay, any question? No. طيب. شو بدنا؟ فتنا على عالم الخيال, فتنا على عالم الأحلام.
رحنا جينا طلبنا and so. بيرجع عقلنا المبرمج القديم بيحاول كتير to trigger you. ما رح تزبط وما رح شيء وشيء من بعض المطارح الا اذا اكيد كنا شغالين على حالنا ما بيقدر. So انا بعطيكم all options. Some of the areas the mind tries to attack you. So what you do in this case, ترجعوا بيكون عم يبين عندكم امور علقانه بعدها من الماضي اوكي خاصه بالموضوع. ترجعوا طفولتكم، ممكن تكون حياه سابقه، ممكن تكون حياه بالقبل، whatever it is ما بهم. انتوا شوفوا الرايت هيلر او الرايت تيتشر او على اليوتيوب مثل ما قلت لكم، او ممكن كتاب، او ممكن تكونوا انتوا الجواب موجود فيكم ثلاث ارباع الاوقات all the time. امرار ما بنكون عم نشوفه بدنا حدا يجي يطولنا اياه. That's it. Okay? So all the answers are also inside. So لما تمروا بهالمرحله اللي هو حالكم كمان مثل ما قلت بقصص ثانيه، وطوروا بحالكم وبمعلوماتكم وقد ما فيكم تحطوا قصص تفيدكم. So حتى لو حسيتوا انه life is imbalanced in some areas, it's okay. You're going to your dark شوي، توصلوا على الدارك بتنطفوه مثل ما تعلمتوا بنفس الطريقة into God's light، وبترجعوا دغري تلاقوا حالكم وصلتوا على divine guidance. Ask and you will receive. Always open your heart and use from the heart because يعني open your heart, allow love to bloom all around you. You've waited for this emotional experience for such a long time. Now time has come. مرتين طلع هيدا الانرجي. Open your heart, lead from the heart, work from the heart. Don't let the thought, the mind is the operator, but the heart is 10 times stronger than the mind. ما بيخلص. القلب is infinite, is the real. Okay, so that's it for now. إلا إذا عندكم أي question. ورح ننتقل هلا للمديتيشن. Who is ready for the meditation, please? Find a comfortable place. رشا انت عملتي للكورس معي، انت اخر كورس عملناه يمكن ما هيك؟ Can you tell us your feedback؟ عملت بعده رجعت؟ انا رجعت بعده. By the way يمكن يكون هيدا اخر كورس ويمكن اعمل غيره ماني عارف. رشا هلا شي جوينت. كنا عم نعمل اوف اتراكشن كورس يا رشا. بس جيت على المديتيشن. يلا. وانا ماي فون كمان. اوكي. سو بتمنى من الكل to find a comfortable place. رح بتكون تقريبا half an hour meditation and it will be in the now. So close your eyes, open your heart, and I want you to let go of all responsibilities. And any belief that you are holding inside you, that is making you feel that you are responsible of making others happy or responsible of others' journey. You are not responsible. Let go of all responsibility. You are only here in the here and now as a divine presence, a reflection of the angels of God. And so you are here to shine your light as an example for a silent mind, a happy heart, a relaxed body, joyful life, peaceful life. Inhale, exhale.
I want you to the energy coming from the crown chakra, من رأسنا من فوق, white light. Let this energy go down, down. Relaxing your eyes. Relaxing your face. Relaxing your muscles, your shoulders, filling you with light, new codes, new energy. And remove the belief that you are here to sacrifice your body or your life for others to be cancelled and pull out and send to God's light. Release the belief that others are controlling you. Cancel it, pull out, delete it. Shower yourself with the new energy. Repair every single energy, organ, in your system, the light. Send love and light to your body. Balance all hormones, chemicals, and vitamins, and you will be receiving it and in every part of your reality. You are happy and you are safe. You are a giver and you are a lover. Believe yourself. Believe in your higher self. And congratulate yourself because you already did it. You already have all your dreams manifested. You are safe to travel. You are safe to be in your family, within your family, within your friend, with your friend. You are safe in your country, in your building, with your neighbors. As your country is safe, and the planet itself is safe, place to be, it's rejuvenating itself, it's fresh place to be, it's intelligent energy there. Open your heart to receive love. Open the heart to receive love. Feel the golden light, the white light just showering. Calling to support from Jesus. From your higher self, from the universe, from the planets, from all of them with the power of love, of unconditional love. But the support only comes from the divine. Transformed in the physical reality. يعني لما ندعي الله بيحول هيدا الدعاء ل physical reality وبتتحقق. And allow it to happen with ease because you are worthy of everything you've asked for. And you know how to allow and to receive with unconditional love without permission. You're letting go of all attachment and controlling belief and negative belief and anything that might block your energy. You let it go. You forgive yourself, forgive all others around you. You respect yourself and you have your own point of view respected also. And you know that life
is a reward, challenge that we are enjoying. Breathe in and out. This is a great time and great success for all of us. All the plants are blessed, so let's call the energy of blessing, of abundance, respect, let go of jealousy and of all the controlling beliefs that are inside our from vibration. We let them go from the system directly. We trust ourselves that we are creating better reality and better life, better career opportunities and better career and better way of thinking, an intelligent way of thinking. We accept all gifts with love, the new gift, the energies, and the materialistic. Because some gift came as material. My ego does not control me. I lower my ego up to death in some areas. Because I have infinite wisdom. An infinite unconditional love, infinite support, and infinite guidance from the universe. Breathe in and out. Everything comes to me with ease, joy, and glory. Everything comes to me with ease, joy, and glory. All of life comes to me with ease, joy, and glory. Breathe in and out. Everything comes to me with ease, joy, and glory. Breathe in and out. I'm free. I'm healthy and I'm worthy of love. I'm worthy of abundance. Now take a deep breath and imagine yourself. Feel yourself or visualize yourself. اطرح كثير انتو هلا ومع اشخاص انتو بتحبوا تكونوا موجودين هلا. In the here and now. Let go of all rejections, beliefs, and vibration also. Free yourself and just be with yourself. Enjoy wherever you are, whatever you are doing. أعطيكم 3 دقايق تكونوا مع حالكم بهالمطرح اللي أنتم بتحبوا تكونوا فيه. ممكن يكون مطرح خيالي، ممكن يكون مطرح حقيقي، ممكن يكون مع أشخاص، ممكن يكون لحالكم، ممكن تكون a forgiveness speech، ممكن تكون a loving speech، ممكن يكون career، ممكن يكون travel. It's your choice. Now, where you want to be, with who you are, what are you are doing, is it to you only? Thank you.
remember all the beautiful memories that you had with yourself. Remember the love that you have for yourself. And the people who love you and appreciate you and are there for you. Stop all the overthinking. And now imagine all the things that you've asked for are there for you. كل اللي كتبتون على الورقة خيالون عيشون روحوا بالمطارح اللي انتو عم ترسموها لح كل واحد طريقه. Light حيميكن. And you have your journey. And everyone has his journey. Breathe in and out and always let the light heal. Exhale and relax and let go. وهلا relax your mind. Silence your mind. Calm your thoughts. Close the negative receptors. And opening new receptors and fill them with harmony, abundance, prosperity, joy, and compassion. Thank you, thank you, thank you. Relax your shoulders, your face, your lips.
your eyes. Bring back your sparks, your energy. I claim my personal power back. I claim my personal power back. I claim my personal power back. Breathe in and out. Thank you so much. Okay guys, we are done. انا كنت متوقع نطول اكثر اذا كان في عدد اكبر, بس انه it was good. 2 hours and a half تقريبا, وحده 3 ساعات وربع. واو. So any question? Okay, I hope we can do this again, but I cannot promise now because a lot of changes happening. So anytime you feel like you will find a lot of answers, thank you for contributing, for joining The House of Healing. Please like our YouTube channel, لأنه ححط كتير قصص حلوة عليها بتساعدنا لنقدر نخلص هالمرحلة بنجاح مش بسهولة. So focus on success, focus on love, on abundance, and just enjoy life wherever you are. Wishing you a beautiful day. Namaste.